اصل الحب انت. كل اللي عشت سنين احلم بيه ضاع ضاع يا فرج. يعز عليا اشوفك بالشكل ده يا سي عزت، عشان خاطري، عشان خاطري بلاش تشمت حد فيك. انت خسرت كتير بعطرة الفرقة المدة دي كلها. لازم تفكر، لازم تفكر ازاي الفرقة دي تستمر. تستمر؟ عشان ايه تستمر؟ عشان مين تستمر؟ اللي انا كنت محافظ على الفرقة عشانها مشيت. مشيت يا فرج. الفرقة هتقفل والمسرح هيضلم زي ما كل حاجة في حياتي رجعت للضلمة من تاني. سعزت فرج، اللي انا فيه ده ما ينفعش فيه كلام، ما ينفعش فيه كلام يا صاحبي. بصراحة الحالة اللي انت فيها دي ما ترضيش حد. ده كفر اللي انت بتعمله ده. ارجوك يا فرج، النهار تعبان ومش قادر تكلم حد، وبالليل سهران ومش عايز تتكلم جد. امتى امتى هتفكر في حالنا؟ ولا عاجبك الصياعه اللي احنا فيها دي؟ بدريه يا صاحبتي يا سعزه، والواحده مننا تحب وتتعذب قلبها مش ملكها، واحنا بينا وبينك عشره وعيش وملح. يغور الحب اللي يضيع يا سعزه، فضك منها سيرة واسمع كلام اختك سعاد. انا عندي فكرة، بس قبل ما تقول رأيك فيها فكر حبتين، هتلاقيها فل الفل. المرسح دلوقتي بقى صعب قوي في عماد الدين قصاد اسامي الفرق الكبيرة، فانا بقول يعني اقصد يعني لو قلبنا المرسح كباريه هنكسب من ورا دهب. كباريه بقى يا ورية، انا سايق بتتكلمي كلمتين عشان تواسي بيهم الراجل، اخرتها يطلع كلامك فساد في فساد. ما تبصوا حواليكوا وشوفوا كباريهات بتكسب كام ليلاتي. معقول؟ معقول عزة عبد الباقي، عزة ابن الست عين يفتح كباريه؟ عزة ابن الست عين خلاص انتهى، انتهى من يوم ما ساب الحارة واشتغل في رود الفرج. انساه انساه يا حبيبي، فكر بقى في مستقبل عزة الجديد. بقولك ايه يا وليه انت؟ نعم. تخش على جوه بدل ما مد ايد عليك. فرج سيبها تكمل يا فرج. انت موافقه يا سعزت؟ سيبها تكمل يا سيدي. واحد وعنده مرسح والفرقه اللي بتشتغل عليه فلست، يدور كل يوم من قهوه لقهوه وسهره لسهره. يا ريتك تفكر في مشروع الكباريه يا سعزت، يا ريتك وتوافق. مبروك يا هاني. أنا سعيدة اللي هعيش معاكم، وربنا يوفقني وتكونوا راضين عني. شرفنا. شرفنا. كل واحد يشوف شغله. معهم عبد العال. حاضر. إيه ده يا حياتي؟ ساعة النهاردة أول يوم تيجي فيه القصر بعد شهر العسل، وما يصحش إن أنا أواجه لك أي ملحوظات، بس دي ملحوظة مهمة جدا ما تأخرش. ازاي تقولي للشغالين انهم يكونوا راضيين عنك؟ ده غلط. انت هنا الهانم، لو تأمري اي واحد انه يرمي نفسه من الفراندا لازم يرمي نفسه. دول بني ادمين زينا يا عرفان. دول شغالين عندنا يا هانم. كل الفرق بيننا وبينهم اننا احنا بقينا اغنياء وهم فقراء، لكن انا وانت وهم من اصل واحد، كلنا طالعين من الحارة. ولا نسيت الاصل القديم اللي حكيتهولي؟ انا فاهمك وعارفاك يا فرج. لما تكون عايز حاجه، عايز فلوس يا فرج؟ ربنا يخليك لينا يا كبير يا ام قلب كبير. لا ابدا، انا جاي اطمن عليك. لا ده كنت جاي تقول لي حاجه، لما لقيتني راقده في السرير اتكسفت. هقول لي يا فرج، عزة مأزوم، أنا بقالي مدة قلبي مقبوض. عزة مأزوم ليه يا فرج؟ لو إن الكلام صعب والظرف مش مناسب، لكن لازم أقولك.
من لما دقت الدنيا في وشي وفاض بيا من افعاله. جيت لك يا حاجه، جيت لك عشان تفوقيه. وحشتني يا فرج، قول اتكلم. سعزت بعد الفرقه ما فلست ناوي يقلب المسرح كباريه. كباريه يا عزت؟ اوصلك ليه؟ قبليه؟ امنعيه؟ وان حصلت تضربيه اضربيه، اضربيه يمكن يفوق يا حاجه. كباريه يا ابن الاشراف، دماغي الدم بيغلي في دماغي. انا غلطان اللي قلتلك، لكن اعمل ايه؟ بحبه وصعبان عليا. كباريه يا ابن المعلم عبد الباقي، ده كتير كتير اللي بسمعه ده يا فرج. امشي انا يا حاجة. بالاذن. يا عز كباريه، أهون علي أشوفك ميت من إني أسمع الخبر ده. كباريه يا عز كباريه. طب أقول لابنك إيه؟ أقول لأبوك إيه في تربته؟ أقف بين إيدين ربنا إزاي وابني عاصي وبيتاجر في المعاصي؟ دماغي. سعاد. نعم سعيد. خلاص انا قررت اعمل كباريه. اهو كده جالك كلامي، عرفت ان انا معايا حق. هغير كل ده، هغير صالة المسرح، هعملها صالة كباريه. عاوز افتتاح ما حصلش. هنورهولك وهتاكل من وراه دهب. بل فشلت ان انا اعمل مسرح ناجح، لازم اعمل اكبر كباريه في عماد الدين. خالتي، خالتي ما تقومي تاكلي لك لقمه. انت مضلمه الاوضه كده ليه يا سيده؟ ضلمه؟ ده احنا في عز الظهر يا خالتي. مسامير، انت فين يا مسامير؟ مسامير، انا نظري راح يا مسامير. بخاف، بخاف من الضلمة والأوض المقفولة يا صفية. حاسة زي ما اكون غريبة في القصر، حاسة اني عايشة وحيدة. ماليش صدر حني اميل عليه واشتكي له همي. ده احنا كلنا حواليك ومستعدين نخدمك بعنينا من ذوقك وانسانيتك. حتى انت كمان مش فهماني يا صفيه. افهم ايه بس يا ست هانم؟ حد يبقى في العز والقبهه دي كلها ويمل حياته ويقول وحيد؟ خدوا كل حاجه، خدوا العز والقبهه ورجعوا لي ساعة واحدة من أيام زمان. أنا حاسة إني في سجن. سجن ناس كتير بحبهم، أعز ناس في حياتي دخلوا السجن يا صفاء. مش فاهمة يا استهاني. مش لازم تفهمي. تعالي يا صفية اقعدي، اقعدي احكي الحكاية. وانا اللي خايفه اكون دوشت دماغ الهانم بالحكايات اللي بحكيها. عارفه يا صفيه، انا عمري ما حد قعد وحكى لي حكايه. لما بسمعك بحس ان انا لسه بدريه العيله الصغيره، كانت تتمنى مره واحده تاخد امها في حضنها وتحكي لها حكايه. مساء مساء الخير.
مساء النور. عن اذنكم. جريه بدري، كل ما اجي الاقيكي اعلى مع واحده مش شغالات. مش احسن ما اقعد لوحدي. مش مركزك يا هانم، مش مقامك. بين يوم وليله مسيرك تبقي حرم معالي الوزير في الوزاره الجديده. تصور عمره ما كان امل ليا يا عرفان. اللي في القلب في القلب، حتى لو كان غفير. انت كمان غريب عني. ولو ان يعني جناب السكرتير الشرقي للسفاره البريطانيه بيفضل ان انا ابقى خارج الوزاره، يعني ابقى الوسيط ما بين الحزب وقصر الدباره، لانه ابقى وادوم. تعرفي جميع زملائي في الحزب حاسدني على علاقتي مع الانجليز. انا بتكلم مع مين يا بدري؟ بدريه. ايوه حمدون. انا اسفه يا عرفان، ارجوك ما تزعلش مني. انا مش ممكن ازعل منك، لان انا عارف ان مش بايدك. صعب قوي ان الانسان ينسى ماضيه كله مره واحده، بس انا عارف انك هتنسيه. متاكد انك هتنسيه مع مرور الايام. يا ريت يا عرفان بيه. بدريه حمدون. اصحى يا جدع. بدريه اجرى لها ايه؟ وانا كل ليله صحيت من الكابوس ده يا جدع؟ ما تشوف لك حل في روحك. ليلاتي قلق منامي. كل الليلة أنام شوفها قدامي في الحلم، تايه حوالين رقبتها بتخنقها وهي بتطلع في الروح. بعد ما تموت أقعد جنبها وأبكي عليها. الحلم بيقول لك على اللي كان لازم تعمله ساعة ما كشفت خياناتها، والنهاية واحدة، زنزانة وبرش وجاردن. بس وقتها حتكون غسلت شرفك من عار. حاسس بالذنب ناحيتها. ضميري بيقول لي اني ظلمتها من غير ما يكون عندي دليل حقيقي ضدها. دليل حقيقي ده يا جدع؟ ده عرضك، ده كفايه انك تشك فيها عشان تقتلها. لما جات لي تحلف لي بحبها وبرايتها، لما جالي عايزه ترجعني لعقلي اصريت على ظلمها. ايوه انا ظلمتها وفي ساعه غضب. هو الحب كده يا جدع، خلي الراجل مننا خرع، ما عندوش نخوه. تعال نام، تعال نام بقى، لبت دماغي. أنام؟ أنا مش عايز أنام. أنا مش عايز أشوف الكابوس ده تاني. يا ترى عاملة إيه يا بدرية دلوقتي؟ يا ترى عاملة إيه مع عزت؟ بدريه الدواء يا حاج. فين يا سيد؟ هاتي ايدك. بالشفاء ان شاء الله. هو فين هو الشفاء ده؟ هم وطال شرح يا سيد. وبعدين معاكي بقى يا حاج. كتر خيرك يا سيدة، استحمليني يا بنتي، بكرة تعود على الضلمة. يا خالتي ده انتي مؤمنة، ما تيأسيش من رحمة ربنا. ونعمة بالله يا سيدة، نحمده على كل ما جايبه يا بنتي. بس أنا نظري راح، واللي راح عمره ما بيرجع تاني. وإحنا مش كنا اتفقنا هنروح للحكيم الكبير اللي قالولنا عليه؟ انا وافقتك ورحت علشان ما اقدرش ارفض لك طلب يا سيده. وعملنا العمليه وانتظرنا، والياس رجع يتجدد تاني. فانت اللي صعبانه عليا يا سيده. هتخدمي مين ولا مين؟
هتخدمي العجزة اللي ربنا رزقك بيها على آخر الزمن، ولا ابنك اللي محتاج رعايتك وربايتك وانت أبوه وامه؟ وبعدين معاكي بقى يا حاجة، أنا كده بقى هزعل منك، ده انت عندي أمي واغلى. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا أبدا. بس أنا مش لازم أستسلم، لازم أقوم واتحرك وامشي، لازم يا سيدة لازم. لازم امشي، مش وقت يا حبيبي. اسمع، ابعت لي كل الصناديق اللي عندك، انا مستعد اشيل 100 صندوق يا سيدي. المحل محتاج ما تنقش. لا لا لا، مش هنختلف على السعر يا امشي، ما تبقاش رغاي بقى. يلا انا مستنيك، مع السلامه. وانت يا حبيبتي ازاي ما تنزليش الصاله بعد ما خلصت نمرتك امبارح؟ ما انا ما كنتش اقدر اتاخر اكتر من كده على الولد. طب ده انا حتى سايباني محررت فوق الاربعين وما كنتش نازله ليله دي الشغل. يا حبيبتي ما كنتش نازله ليله دي الشغل ليه يا اختي؟ فاكره نفسك موظفه في الحكومه؟ ها، ده محل شغل، محل اكل عيش، مش ملجا. خلصي نمرتك وتنزلي الصلاة على طول، مفهوم؟ ما اقدرش يا عزت بيه، هبوس ايدك. خلاص تاخد حسابك من الصراف، ومع السلامة. يلا يلا. اتفضل يا سعادة بيه، اتفضل يا سعادة بيه. بعدين بعدين بعدين، اتفضل يا سعادة بيه. المكتب هنا نتفاهم على رواق. ايوه فرد، مين حضرتك؟ ده حضرة الضابط. حضرة الضابط، اهلا وسهلا. في ناس اتبلت علينا وبعتت اخباريه لحضرة الضابط بان في مخالفات عندنا. بس سعادة البيه، سعادة البيه، الناس عايزه تنسى الغلب اللي هي فيه بالنهار يا سعادة البيه. انت عزت عبد الباقي صاحب المحل؟ ايوه يا فندم. انا اتفضل معايا عشان نعمل محضر بالمخالفات اللي ظبطناها. وزرفت، انت مش في مجال القبول او الرفض، انت مقبوض عليك. حلمك يا سعاده البيه، عزه دي ملوش اي دعوه بالمخالفات اللي حضرتك شفتها. انا مدير المحل المسؤول، اذا كان ولا بد تقبض على حد اقبض علي انا. انا حامل يا سعاد. ايه؟ في شهرين. يا سبحان الله، ودلوقتي دلوقتي يحصل؟ حكمة ربنا يا سعاد، يحصل بعد السنين دي كلها ومن مين؟ من الراجل اللي متدارية فيه وقلبي مش معاه، والراجل اللي كنت بتمنى ضفر عيل منه ما يحصلش نصيب بعد المرتين. سعاد انا خايفة من حمله وتعبه، وانا وحدانية ماليش حد، حتى امي بأسوتها مرمية في السجن. اخصى عليك يا بدرية، انا عمري اتأخرت عليك في يوم. كتر خيرك يا سعاد، عملتي عشاني كتير، دايما جنبي ومضحية بغضب جوزك عليكي. لو عارف انك بتجيلي روحي انتي زمان وراجع على الغدا. المحروس معزوم على الغدا من جمعة في السجن. ايه فرج في السجن؟ فده سجن عزة وتسجن بداله عشان يبقى له سابقة. فده عزة الند، عزة السبب في اللي بيحصل للكل. بس استنى عليا يا مسهل لما تخرج من السجن، استنى عليا ايدي تطولك. سعاد انا عايزه انزل العيل ده. ما بلاش يا بدريه، يمكن ينزل زي اللي قبله ونقعد. لا، العيل ده لازم ينزل. أنا اسمك منزلش في كشوف الإفراج. بالعكس، أنا فرحانة إن اسمي منزلش. لا يا دوس، أنت كذابة، عدي طول. هخرج أروح فين؟ أروح لمين؟ لا ليا ظل راجل يتويني ولا ابني يحميني.
يا ريت يدوم السجن بيتي ومطرحي، احسن من زلة النفس والمرمطة في الشوارع. يا ريت نموت قبل ما اطلع منه. بدرية، انا عشت حارم نفسي من الجواز والجو الاسري لحد ما كونت نفسي. انا ابتديت من الصفر. ايوه ابتديت من الصفر، بس كافحت وشقيت واجتهدت لحد ما حققت المركز اللي انا فيه. وساعة ما فكرت في الجواز كان اساس تفكيري ان انا اجيب طفل يورث الثروة اللي انا كونتها، ولد يتربى ويتعلم في افخم واكبر مدارس انجلترا. تمنى علاقتي بيهم واللي انا بعمله علشانهم. بدري، انا من فضلك انا محتاج للطفل ده. عشت سنين طويله بحلم بيه، وبحلم ازاي هربيه واكبره واديله الحاجات اللي انا اتحرمت منها وانا صغير. كبرنا على الخلف يا عرفان، يا عالم لو خلفنا مين اللي هيربيه؟ قصدك ان انا اللي كبرت؟ لا، الاعمار بيد الله يا بدرية. ده حتى لو مت حاسب له اللي يخليه بني آدم ناجح طول عمره. عرفان، أنا هكون تعيسة لو سبت الحمل ده. وأنا هكون سعيد، هكون سعيد لو كان لي الطفل ده. أرجوك يا بدرية، أرجوك، أنا مستعد إن أنا أكتب لك أي شيء من أملاكي تطلبيه، بس سيب الطفل ده أرجوك. للأسف كل حاجة بتشتريها بالفلوس. لا لا يا بدرية، أنا بشتريها بحبي ليكي، بأشرتي معاكي. أرجوكي أتوسل إليكي، سيب الدفر. على شرط لو طلع ولد هسميه الاسم اللي يعجبني. وأنا موافق بدرية، انا عارف الاسم اللي هتختاريه. اكتب. لقد اختلطت دموع الاسر الحزينه بدماء ابنائها الشهداء الصرعى برصاص الانجليز. حاربوا قاتلي ابنائكم، ثوروا على أعوانهم، عارضوا وبشراسة الأحزاب العميلة الخاضعة لهم. إن لم تثوروا فمزيدا من القتلى ومزيدا من الدموع، وستظل مصر مستعمرة بريطانية. ولكن لا، مصر حرة إلى الأبد. جماعة أبناء الغد، دورر يا جدع، جبان مين اللي يقرأ الكلام ده ومطلعش في مظاهرة وفتح صدره في الرصاص؟ اوعى اكون غلطت في الإملة. عيب يا جدع، ده أنا تلميذة، واللي هو يعني أول ما نشوف بتملهولي. ساعة الفطار في الميز هسلمه لشطارة. حكم شطارة خارج النهاردة، عقبالك. ضمنه ضمنه برقبتي يا جدع. ايه ده يا حمدون؟ ما دام وصل ايد سعادتك تبقى قريته وعرفت اللي فيه. ايوه، بس ده منشور باسم جماعه ابناء الغد. بصراحه يا فندم ده مش اول واحد. طيب وده وعدك ليا؟ دي ثقتي فيك. للاسف انا ما قدرتش احافظ على الثقه دي ولا على الوعد. ده
انا سعاده البيه خسرت كتير قوي بسبب السياسه. خسرت الانسانه الوحيده اللي انا حبيتها في حياتي. ما عادش فاضل لي غير حب البلدي. وعادل سعادتك هيمنعني من التعبير عن الحب ده. الوسيط اللي جنابك اخترته دونا عن كل المساجين اللي خارجين طلع مرشد عندنا. وادي النتيجه. وراح بلغ رسمي عن المنشور. يعني المفروض ابلغ انا كمان عنك. حمدون المره دي انا قدرت احميك. بلاش تكررها تاني. محدش عارف المره الجايه هيقع في ايد مين. يعني يا سعادة البيع هيحصل فيا ايه اكتر من اللي انا فيه دلوقتي؟ افرض سعادتك اتعرفت على اختي بجماعه ابناء الغد. عندكم حاجه اكتر من السجن اللي انتوا راميني فيه؟ طيب واذا طلبت منك تجدد وعدك ليا انك ما تتصلش بيهم؟ حمدون ارجوك ما تتصلش بيهم عشان مصلحتك. متاسف يا سعاده البيه ما اقدرش اوعد سعادتك اني مش هتصل بيهم، لكن ممكن اوعدك اني هادقق وهاحسن جدا اختيار اللي يوصل منشوراتي بعد كده. حياتي طبعا مش ممكن، عندي شغل. معقول؟ طيب بكرة. بكرة بقى. طب مع السلامة دلوقتي. فرج فرج يا ابو سهل، الحمد لله على السلامة يا صاحبي. المحل كان منور من غيرك. انا قلت نكتة، ما تضحك بقى، مالك مكلتم كده ليه؟ واحد خارج من التخشيب عايز يعمل ايه؟ يمسك سجاط ويرقص على واحدة ونص؟ انت زعلان مني ولا حاجه يا حبيبي؟ ده انا عملت اتصالات على اعلى مستوى عشان تخرج. امال ايه؟ عشان تعرف نفوس صاحبك. انت فكرك قضيه زي دي كان ممكن تخرج منها بعد 4 ايام بس؟ انا جاي اقولك تشوف حد غيري. انا من الليله هسيب الشغل في المحل. سلام عليكم. تعال هنا. ايه انت خفت ولا ايه؟ انت فكرك اللي حصل ده ممكن يحصل تاني؟ صدفة يا حبيبي، صدفة يجتمع وكيل نيابة جديد مع ضابط جديد والاتنين ما يعرفوش كلمة العبد لله. لكن اطمن هتطلع براءة من القضية. انا مش خايف من القضية، انا عارف كلمتك ونفوذك. انا بقولك اسيب الشغل في المحل لاني من الاول انا مش موافق عليه. تاني هنرجع لكلام العبط بتاعك ده؟ اديك شايف في كام شهر كسبنا قد ايه؟ مال حرام وربنا لا يمكن يبارك في المال الحرام. هنرجع لدروس الوعظ والارشاد. بس اسمعها مني وبكره تقول فرج قال. تعرف انا شلت القضيه عنك ليه يا عزت بيه؟ عشان امك. ايوه خفت القضيه تتنشر في الجرايد امك تشوفها تروح فيها. كنت حالفه معتبه برجليا لولا الخبر الاسود اللي سمعته. عباس خد تأبيده ياما. الحجر الداير لابد علطته. مجرم وطريقه السجن. غار في 60 داهية. مش انت اللي كنت بتشجعيه زمان ياما؟ دلوقتي غار في 60 داهية؟ لسانه الزفر هو اللي قساني عليه. والله لو كنت راضيه عنه لو وقفت معاه زي سابق وكنت خرجته من القضية الجديدة. وتدري يما باللي أنا فيه ولا تسأليش عليا؟
مش كنت حالفه ما اخشش بيته؟ لكن ولا يهمك، من بكره هجيب هدمه تاني واقعد معاك انت وابنك. لا لا يا ام، انا عايزه انسى عباس من حياتي، عايزه انسى الايام السوداء اللي عشتها معاه. انا هجيب ابني ونيجي نقعد عندك في الحاره، عايزه ابني يتربى وسط اهل الحاره يا ام، مش وسط حراميه الكارته وسماسره الانجليز. هتقبليني يا ام؟ هتقبلين انا وابني؟ واصرف عليكي منين؟ قال يا حسره، العين بصيره والايد قصيره. خلي عنك يا ام، انا هروح عند خالتي عين. لا خالتك، لا خالتك مش لازم تعرف بالوكسه اللي اتوكستيها في جوزك ده. انا ياما عملت عليها قمعي بيه، لكن امري لله. خلاص يا حبيبتي، تعالي عودي عندي انت وابنك. وخالتي لا ليه يا ام؟ ما دام هنبقى اتقال عليك. عايزه تشمتيها فيا يا احسان؟ بقولك ايه، تحرمي عليا اليوم الدين لو دخلت بيت خالتك يا احسان. يا وليه ارحميني، من ساعه ما شفت خلقتي وانت نازله فيا خناق. هي دي حمد لله على السلامه بتاعتك؟ لو انت صادق، دي حمد لله على السلامه يا خبت الرجاله، حمد لله على السلامه هي سبب حرق دمي. سعاد، كلمه تاني زياده وهيبقى نهارك مش فايت. لا بقى، انت هتسمعني وهتسمعني وهتسمعني لحد ما اخلص الكلام اللي عندي. مش كفايه سجنت بدالي؟ اول ما تخرج تروح على عنده بدل ما تيجي بيتك يا فرج. تروح له ليه؟ ايه عامل لك عمل؟ كاتب لك في كتب السحر؟ فوق يا راجل، فوق. عزك مش هيسيبك الا لما يأذيك زي ما اذى كل اللي حواليك. وانا لسه ما اتأذيتش يا سعاد، حياتي كلها ضاعت في الجري وراه، بس ده عمري، جزء من حياتي. هو كمان ضايع سعاد، تربيته ضيعته، ده لعمه ضيعه. لو كنت اتخليت عنه زمان كنت كملت عليه. انا يمكن الشيء الوحيد اللي بحبه عزت في حياته كان نفسي يبقى لي ابن عشان اربيه عكس تربيه عزت. اكيد كان هيطلع راجل كويس. كتر خيرك يا فرج، اتزنقت تقوم تنبض عشان عارف اني ما بخلفش. بقول كان نفسي يا سعاد، في حاجات كتير في حياتي كان نفسي فيها وما اتحققتش. اشمعنى دي اللي هتتحقق؟ معالي الوزير عايز يتعرف عليك يا بدير. أهلاً. أنا معجب بجمالك يا بدرية هاني. متشكرة قوي. وكنت معجب بفندك. إيه يا عفان باشا؟ حالاً يا باشا، حأمر بالبوفي. أنا اتفرجت عليكي في مسارح رود الفرج، وعلى فكرة جميع الزملاء في الحزب اعترضوا لما جه عرفان يتجوزك إلا أنا، لأني معجب بجمالك وفنك. تعرفي انا نفسي في ايه الليله دي؟ نفسي اسمعك كنت بتغني. انا اسفه، اصل بطلت الغنى من يوم ما اتجوزت يا معالي الباشا. انت زعلت ولا ايه؟ امال لو قلت لك انا نفسي اشوفك كنت بترقصي هتعملي ايه؟ عرفان ازاي تسيبي معالي الوزير واقف لوحده وتيجي تقعدي هنا؟ قطعا ما عندكيش رد. تصرف طايش من تصرفاتك اللي ابتديتها من لها. انا اللي ما كنتش عايز احرجك واقول لك عملت التصرف اللي بتسميه طايش ده ليه؟ بس ما كنتش متوقعه انك هتتضايق للدرجه دي. ليه؟ عشان احترمت نفسي واحترمت غيبتك. قطعا هتحاول تلاقي تبرير لتصرفك. بدريه، لازم اعرف اتصرفت كده ليه؟ ازاي تحرجيني مع معاليه؟ لو خدت بالك هو بيسلم عليا عمليه كنت عرفت ليه. لو كنت واقف وسمعته هو بيقول لي عايزني اغني له وارقص له
كنت عرفت ليه يا عرفان بيه؟ كل ده ما يسويش حاجة أبدا. إنه يزعل ويمشي ويسيب الحفلة. عارفة يعني إيه إنه يزعل ويمشي ويسيب الحفلة؟ معناه إن أنا أخسر أهم شخصية عند السرايا وعند الإنجليز. يعني خسرت الاثنين يا هانم. احترامي ليك كان الشيء الوحيد اللي بيربطني بيك. حتى ده خسرته اللحظة دي يا عرفان. بس وات صوتك، الضيوف اسمعوكي. لولا الجنين اللي في بطني ما كنتش قعدت لك ولا لحظة. بدرية انت فهمتيني غلط. انا طبعا لا يمكن ارضى بالتصرف ده معاكي، بس يعني ما كنتش عايز يبقى رد الفعل العنيف ده معاه. يكون في علمك لو الجنين منعني مرة مش هيمنعني التانية، ولو اتكرر التصرف ده هتخسرني للأبد يا عرفان. طب خلاص بس اسكتي، بعدين نتكلم بعدين. واحد ضيع نفسه عشان حبه للبلد، والتاني حيبيع نفسه عشان خيانة البلد، وانا في الاتنين ضحية. ماما ايه اللي وقع ده؟ ما تخافش يا سمير، انا ننتك. خرجك بس من اوضتك دلوقتي يا نينا. خير خالتي؟ انت غيرت من ترتيب الاوضه يا سيده؟ ايوه يا خالتي. يوه ده انا صحيح نسيت اقولك، معلش غلطه سهوه. وحياه سمير حقك علي، كانت نتيجتها اني كنت حقه غيرش ربنا سلم. وايه لزوم القوام من اصله؟ ما انا خدمتك اهو تحت رجليكي، بس انت تطلب. عايزه احس ان انا لسه عايشه، طول عمري واخده على الحركه والشغل. حبسة النظر حتجنني يا ام سمير. انا كمان يا مينا من رايي اي حاجه تعوزيها اطلبيها مني. انا حبيبي يا سمير تعالى في حضني. عارف انا ليه عايزه اتحرك وامشي؟ عشان اخدمك زي زمان يا ابو سمره. يا حبيبي انتك يا اخويا. السرايا متضايقه جدا من نشاط جماعه ابناء الغد، ومتضايقه اكتر من فشل البوليس السياسي في القبض عليهم. معالي رئيس الديوان بعتني اوجه لكم انذار بالحكايه دي، عشان مبقيين عليكم هيكتفوا النبادي بالانذار. لو استمر فشل البوليس السياسي في القبض على الاولاد دول، معالي رئيس الديوان هيكلم وزير الداخليه بتغيير هيئه المكتب واحالتكم كلكم على المعاش. احنا بنجمع معلومات عنهم يا معالي الباشا، وكل ما بنحط ايدنا على مجموعه منهم بنقبض عليهم. مش كفايه، اللي بره لسه نشاطهم مستمر. في الجامعة نشاطهم خطير جدا، هم ورا كل الإضرابات العنيفة اللي بتحصل. قريب جدا يا فندم هنوصل لزعماء الطلبة المحرضين ونقبض عليهم. لسه هتوصلوا. تفضل. ده كشف بأسمائهم بعتوا معالي رئيس الديوان. افتكر عيب قوي ان السرايا يبقى عندها كشف باسمائهم وانتوا لسه ما تعرفوش عنهم حاجه. عيب. على فكره لازم يتقبض على اخطر ولد فيهم، طالب في كليه الهندسه اسمه سمير عزت عبد الباقي. سامحيني 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 وانا كل